لا مرض السكري هو مرض مع الاسف اللي شائع ومع الاسف كذلك مع هذه الاوقات ديالنا التطورات ديال الطبيعه دي التغذيه وطبيعه المناخ وذلك الشيء جعلت ان هذا السكر كثير واحد الجانب كبير فيه وراثي في انواع في السكر اللي كيلتزم كيكون ضروري فيه الانسولين وكاين السكر العادي اللي كتفيه في اقراص وادويه دونك هو ملي كيكون السكري متوازن وغادي غرب بالاقراص وهذا كيمكن الواحد يصوم ويتابع واحد الحميه مزيانه ورمضان يدوز مزيان الانسان اللي عنده اللي كيستعمل الانسولين الانسولين هي واحد الهرمون اللي كتكون كيستفرزها البنكرياس الا كانت نقصة في الدات كتكون ديالها وديك الانسولين خصمولها في الاغلب الاحيان ما خصوش يصوم لانه كيمكن بالعكس الا صام غيمكن تقول لي مضاعفات كثيره لانه إذا ما كلاش كدير الانسولين وما كليتيش كيمكن السكر ينزل وتولي يكون خطير على الصحه الانسان والله سبحانه وتعالى فيما يخص هذه المساله هذه ديال الامراض راه الانسان إن كيمكن يمتنع عن الصيام وتبع الادويه ديالو والامور عاديه وعموما السكري كيكون مزيان تراخبه قبل الوجبه في الصباح مثلا وكذلك بعد الوجبه بساعتين هذه هذه عاده يمكن ديرهم جوج مرات جوج مرات ملي كتبغي عن قرب ولكن الانسان اللي عنده متوازي ماشي ضروري يدير كل نهار ولا شي حاجه الا حس براسو مزيان يمكن يديروا مثلا إلا كان مزيان مره في الاسبوع ولا شي حاجه ولكن الانسان اللي عنده <applause> السكر غير متوازن آنذاك ضروري كما قلت يديروا قبل وبعد بساعتين ديال الوجبات باش يمكن يوازن العلاج ويغير ربما الادويه اللي خصو يتبعوا في رمضان واولا مساله اللي مهمه جدا انه مثلا خص الحميه اللي كيدير عاده مثلا مثلا كاع اللي فيها السكريات مثلا ينقص واحد المستوى ديالها ما يكثرش مثلا احنا كما كنعرفوا دابا الفطور عند عندنا احنا في المغرب فيه بزاف ديال العجائن فيه بزاف السكريات الحلويات التمور دونك هادشي كثير 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 بالنسبه للانسان اللي مصاب بالسكري المصاب بالسكري كيعطي يعطي هذه نصيحه عامه الا بغينا نقولوا يعطي اسبقيه للخضر والفواكه بصفه متوازنه والتمر ماشي ممنوع مثلا الانسان إن عنده متوازن ما يفوقش مثلا جوج ولا ثلاثه تمرات والحليب اذا كان نقص من الدسمه يكون كل مزيان كله باش وثانيا يشرب الماء مزيان وما بين الوجبات يدير واحد الفرق وما بين العلاج اللي كان كياخذ كي قبل ياخذ مثلا جمرات في النهار ياخذ في الفطور وفي السحور وحاجه اخرى وهو الرياضه مثلا بصفه متوازنه لان ضروريه لان باش ديك على الاقل نقص الكالوريات اللي كيكونوا زايدين وكيعطيو للانسان واحد الصحه مزيانه هو الادويه بحال في الايام العاديه مثلا كاين اللي كياخذ الادويه الادويه الاقراص كياخذهم مره في النهار او مرتين او ثلاثه اذا إيه كان مثلا في الحاله انه كيديرو مثلا غنقولوا في المتوسط جوج مرات في الوجبه مثلاً الفطور وفي الصحور بعدهم الا كان ضروري ثلاثه هذا دل... بعض الاحيان كاين ثلاثه كيمكن يدير الفطور ولا شيء يبعدوا شويه ما يديروش مثلا قريب بزاف على الاقل وقا... ماشي على الاقل تقريبا ساعتين ثلاثه ديال وياخذ ذاك سميتو وغادي يكون م... وياخذهم في ذاك الاوقات ديال الليل ولكن هنا فين في كيكون مفيد مثلا بحال دابا الناس اللي عندهم ثلاثه الاقراص كيمكن يكونوا يدوزوا لجوج على حسب السكري اللي يعني عندهم هنا كيعبروا كيمكن يعبروا مثلا كما قلت الصباح في الفطور وفي السحور الا كان مثلا ماشي كيمكن يدوزوا غير جوج مرات في رمضان وهذه مهمه باستشاره كذلك بالطبيب وغادي تكون فائدة ديالها مزيانه <applause> ثلاثه هو بحال الارهاق والعمل الحاجه اللي متعبه كثيره لانه يمكن تاثر اليوم على الصحه ديالهم والاساسي كله في هذا الشيء هو استمرار في الحميه و كما قلت لك الوجبات ديال ال... ديال السحور مهمه جدا ماشي بحال انسان عادي اللي عنده السكري خصو ضروري انه ياخذ الوجبات ديالو على الاقل بجوج ولا ثلاثه ويدير واحد الفرق بيناتهم وما تكونش كثافه ويعطي رأسه راحه النوم آه الكافي لان النوم غير الك... الا ما كانش كافي لان الانسان كتسهر بزاف هذه مساله اللي يمكن تكون خطيره وترجع ب... 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 بشي حوايج اللي ما كنحمدوش بها الراحه ضروريه والنوم ضروري والحركه الانسان يتحرك و...